النهارده على الوول الدنيا مختلفة شوية معانا، معانا كابتن منى عدلي عشان نتكلم على لاعبات، على مهارات الكرة الطايرة، مهارات الكرة الطايرة في الإرسال والاستقبال والضرب الصح، وكمان في البلوكات. هنبدأ إرسالات كانت كاتري النهارده ما شاء الله عليها، كانت استقبال إرسالات قوية جدا وفي نفس الوقت ضرب صح. خلينا كابتن منى عدلي تشرح لنا الحالات اللي موجودة، يلا على الوول، اتفضل. كابتن منى، كنت قلته دايما ان الارسال بتضغطوا بالارسال على الفريق المنافس، شايفه النهارده ايه اللي حصل بالظبط بالضغط بالارسال على الفريق المنافس وضرب كاترين من مركز 4؟ اتفضلي. طبعا في الكوره ديت هي الكوره اترفعت ناحيه 4، لو نلاحظ ان فريده العسقلاني دخلت وان ليج، فبالتالي البلوك جه مع فريده العسقلاني. قصدك ان هنا فريده عسقلاني وهنا الاثنين جم الزاويه دي بالظبط كده، فعشان كده كاترين شاطتها بكل قوتها في الزاويه في نص الملعب. هي نمشي يا عادل، دي ارسالات برده النهارده كانت ارسالاتها كانت مميزه جدا النهارده كاترين في ارسالاتها، ضغط برده بالارسال زي ما انت شايفه. اتفضلي. الارسال اتلعب في نص الملعب على لعيبه اربعات وكان الاستقبال خاطئ جدا، رجعت لنا الكوره سهله تمام، فبالتالي ان احنا قدرنا ان احنا ناخدها بكل سهوله ونهجم ايه الشامي اللي هجم فريد العسقلاني، الكوره كانت رجعنا استقبال فريق البايب لاين ما كانش النهارده على المستوى اللي احنا عارفينه عنه. لا هو عامة فريق كينيا استقباله مش كويس قوي كويس. والحمد لله ان احنا قدرنا نستغل النقطة ديت، كان من اول البطولة بنضيع ارسالات كتير، لكن النهاردة الحمد لله كان قليل جدا ان احنا ضيعنا ارسالات، يمكن ضيعنا في الشوط الثاني 2 أو 3 ارسالات مش اكتر من كده. تمام يلا عادل كده، دخلنا على كاترين برضو في شوطها والضرب الساحق دايما من مركز 4، استقبالها هايله من نهله سامح كويس، بالتالي برضو دخلت وان ليج وكاترين شاطت برضو في البلوك، ما قدرش ان هو يوصل لها يوصل للكوره، فبالتالي ان هي شاطت مستريح جدا. يعتقد النهارده الضرب السريع كان ليه برضو ميزه عندنا، طبعا هو وقف البلوكات كتير فريد العسقلاني ومريم متولي، لكن فريد العسقلاني النهارده كانت قايمه بدور قوي جدا، قلت لي في البلوكات فريد العسقلاني دي حقيقة فعلا ما شاء الله النهارده كان بلوكاتها هايله جدا، كانت بتوصل للاطراف بسهوله، بتقرا الكور كويس جدا، عينها على 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 البلاي ميكر اللي قدامها، بتشوف الرفعه رايحه فين وكانت بتوصل بطريقه هايله جدا. تمام هنشوف دلوقتي فريده قدامنا على 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 الشاشه كويس، هتلاقي فريده عسقلاني في الضرب في الضرب الصح برضه الضرب السريع والبلوكات اهي، كانت دايما على طول فريده النهارده قفلت كويس. ضريب ضريب اربعات اللي شاط من 6 اغلبيه الكور بتاعته بيشوطها ناحيه 1، فريده طلعت وقفلت ناحيه 1 كويس جدا، وبالتالي خدت البلوك بكل سهوله. تمام هي شارون كانت النهارده عامله ازمه شويه من لعيبه البايب لاين، عملت ازمه كبيره في المباراه، رايك ايه؟ النهارده طبعا اغلبيه الضرب بتاعها كان بين 1 وبين 6، ضربت كتير في الـ في الـ في النقطه ديت، على اعتقد ان المدرب بتاعهم كان مديهم تعليمات لما تبقى شروق موجوده على الشبكه يبقى الضرب كتير من ناحيه شروق، بس الحمد لله قدر ان البلوك سوري الديفنس بتاعنا يروح ناحيه 6 وناحيه 1 على اساس ان احنا نطلع الكوره ديت، وفعلا نهله سامح طلعت كور كتير ديفنس من المركز ده. آية الشامي النهاردة اختلفت تماما وزادت قوتها بضربة، ضربت من كل مركز الملعب، ضربت من 2 وضربت من 4 وضربت من الخلفي. آية الشامي النهاردة رأيك فيها ايه؟ بص حضرتك الشوط الثاني احنا فرقنا بالسكور بالضرب من ناحيه 4 ومن ناحيه من ناحيه 2، كانت آية الشامي ما شاء الله عليها كان هجومها جامد جدا وقدرت ان هي تحرز نقط كتير بسبب الضرب من ناحيه 4 ومن ناحيه 2. يعني آية الشامي النهارده كانت محور اداء مهم جدا، روحها عاليه جدا في الملعب وادت روح مختلفه للفريق. هو كل الفرقه بصراحه يعني الفرقه النهارده كل واحد قام بمهمته كويس جدا. لو رجعنا الكره دي عايزك يعني توصفي لي بالظبط ضرب الزاويه بتاعها ازاي وقدرت تشوطها. بصي اتفضلي. هي بس الكره اتعاد من اولها. ادي كوره هتترفع لها من اعتقد من فريد العسقلاني، هترفع الكوره وهي آية الشامي يبتدي تروح على مركز 4. اتفضل يلا عادل. هي دي
استقبالة هايلة جدا وشو بترفع. نقف نقف، المساحة هنا فاضية، مساحة بين الخط ده وبين الخط ده، المساحة نفسها فاضية. هو فعلا نص عليها. الملعب عندهم كان مفتوح جامد جدا. الليبرو بتاعهم كان واقف، البادي بوزيشن بتاعه كان واقف بطريقه غلط، وبالتالي قدرت الضربه طبعا قويه جدا، فبص حضرتك يعني مش نازله صح، فكانت عشان كده جبنا نقطه. كابتن خالد عايزه ليا تعليق، يا ريت يرجع بس وايه الشامي وهي بتضرب كويس. انا عايزه اوريك فريق النادي الاهلي مقاتل ازاي في الملعب وعاملين كفر على ايه حتى وهي اقوى ضاربه وهي بتشوط. تمام، اقوى ضاربه بتشوط، بالرغم من كده عاملين كفر عليها، بس عاملين نص دايره عشان الكوره ما تنزلش في ارض بيحمل ارض الملعب. ايوه أكمل. نقف، قصدك على فرقه الاهلي؟ ايوه، شايف فرقه الاهلي عاملين كفر على ايه الشامي، شروق كلهم، ونهله واقفه طبعا صح حاميه اخر الملعب. فهو حتى واحسن ضاربه في افريقيا بتشوط، هم مستقتلين على الكوره. شكل الملعب النهارده كان مختلف فرقه النادي الاهلي. طبعا الحقيقه كانوا مميزين جدا في كل كويس جدا في على كل ضريب بيشوط، كان الكفرنج كويس جدا. لو كلمنا على الاستقبال، مريم مصطفى النهارده عملت مباراه ولا احسن ولا اروع من كده في الاستقبال، ودايما الكره الطايره كلكم بتجمعوا على استقبال الكوره من الليبرو او من الخط الخلفي، هي اهم كوره. كل ما بنقرب من الفاينل اللاعب بيحس ان عليه مسؤوليه كبيره، والحمد لله النهارده كلهم كانوا قد المسؤوليه من ناحيه الاستقبال ومن ناحيه الهجوم ومن ناحيه الرفع ومن ناحيه الارسالات، فبصراحه النهارده ما شاء الله عليهم كانوا هايلين جدا. عايز ارجع الكره دي بالذات واكلمك عليها، نرجع الكره. نقف نقف، استقبال هنا من مريم مصطفى مع رفع كوره من شروق لفريد عسكري، ضرب سريع، رايك ايه؟ الاستقبالية كانت كويسه جدا، هي بس الكره اترفعت قصيره شويه، فبالتالي فريده ما قدرتش ان هي تتصرف فيها، او قدرت ان هي تحطها مثلا بليس او تتصرف فيها. هي كانت المشكله بس في الرفع هنا، مشكله في رفع الكوره. تمام، اللي بعد حاله ثانيه، آية الشامي بترفع او استقبال وشروق، آية الشامي جايه من الضرب على طول، هي شايطه الكره اترفعت باك، متشاطه في البتوين بين السنتر بلوك وبين لعيب اربعات. طبعا برضو عشان اللعيب بتاع ثلاثات بتاعتنا داخل جامد جدا، فوقف للحظات البلوك الناحيه الثانيه. هايل، رايك النهارده في الاداء بصفه عامه للنادي الاهلي، ايه اللي وصلنا لده؟ تركيز، اعتقد ده كلام بين بعضيهم، تنفيذ تعليمات كابتن حمدي الصافي، تقولي ايه عنه؟ هم قروا الملعب كويس طبعا، كابتن حمدي اولا يعني كان قاري الملعب كويس، كان مخليهم مذاكرين الفرقه كويس جدا، هم ما شاء الله قروا الملعب كويس، ومعنى يعني من خبرتهم قدروا ان هم يحصلوا على نقط كتير. الاستقبال كان هايل، وده كان اساس المباراه اليوم هو والارسال، فالحمد لله يعني. كابتن منى بنشكرك جدا جدا اللي انت شرحت لنا النهارده مواقف الملعب، كابتن منى شرحت مواقف الملعب من ارسال، من استقبال، من بلوك، من كل ضرب صح، من كل الاماكن. فعلا فريق الاهلي النهارده ادى اداء رائع. خلينا نخرج الفاصل ونروح لاخر فقره النهارده معانا في الاستديو التحليلي.